ورحمة الله وبركاته. يا جماعة دلوقتي أنا جيت لكم بفكرة تحدي شيتوس. زي ما انتم شايفين أدي الشيدر وهنحط عليه البيفي، بس أنا بقى حابذ إن أنا أحط شريحتين بيفي يا جماعة عشان بيبقى طعمه إيه ألذ وأحسن يعني. زي ما انتم شايفين أهو طبقة وطبقة عشان ما أطولش عليكم. وده يا جماعة شكله النهائي، وانا كده ايه خلصت. وهنخش على طبعا الزيت وهنحمرها في الزيت، او هنخش على الشيتوس وبالبيض، وبعد كده نخش على التحمير على طول. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه انا بحط البيض اهو. تمام طبعا، واحد واحد عشان ايه مش حاجه تطلع من الثانيه كده. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا ضربت البيضه وحطيت عليها فلفل اسمر، خدت بالكم يا جماعه اهي كده. احنا نعتبر كده خلصنا. يلا طبعا يا جماعه انا هحطه بقى في الشيتو زي ما انتم شايفين كده اهو. ما اقولكمش بقى على الطعم الخطير جدا بقى اهو زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، لازم يتكبس شويه يعني تتك عليه وانت بتحط الشيتوس وتحطيه على الشيتوس، بحيث ان هو ايه طبعا الشيتوس يتغلغل فيه. خدت بالكم يا جماعه كده اهو وبالهنا. طبعا يا جماعه انا حطيت الزيت عشان يقدح، وانا دلوقتي جاهز وهوريكم ازاي تنزلوها كده اهو واحده واحده كده. تمام وهوريكم الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله. يا ولا طلعت حلوه، يا ولا طلعت يا جماعه. ده الشكل النهائي ليها، ده الشكل النهائي الجميل ليها. انا شفتها شويه بس شكلها هيبقى جميل. وانا دلوقتي مقرمشه، بصوا يا جماعه حتى تسمعوا صوت القرمشه بتاعتها وهي بتتقطع اهو يا جماعه. بصراحة فكرة تحفة وجميلة جدا جدا وشكلها جميل، وما اقولكمش على الطعم يا جماعة، ما اقولكمش بصراحة الطعم، الطعم خرافة. الله الله، اتفضلوا معانا.